دونا العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. أمثلوين كأن قادنا إن فيرنا إن شاء الله. أمثلوين ككتب كقرآن. أنت كشرحنا هدو سأسكت المرينا. مثال وحنو فيلم. أفتح أمثلة فيلمنا. وبنات أما بنات الابن أو أخت شقيقة أم أخت لأبل جو. عصر مع الغير يقول عيام وكي كدب يا يوطن أيام جبال مثال قوه ريو وحاجوك تبنت كو أخت شقيقة سدح أخلي أب بيذا انت وكنت جاي غبر قلي ولا شي كوي كو ابا اي ولال كيسو كو ابا بنت ده محيه ليس كل قد مركيتا مس وحي سهر اختضى اسكلا وعصبا عصوا مع الغير اخلي ابنا محجوب بنات هدي جوغان اخت لابعد اخت شقيق هدي جوغتو او ويل لسعني اخ شقيق هدود مر جوغل اخت اي جوغتو عصب وعبت وصحر الله لحي اسحاب فروض وكذا حيسا ويا مسألة اللبا كنس اثنين كنس مسألة نس لو مع النسوة هل بنتدسي مع صحري هل اخت شقيقة اسكالي اخ لاب صفروا ولا حجو ويا هي ميشان يمو حاجية دان وحي كلمتي زوج من كذا جوغة بنت ابن ايا جوغت بنت الابن ايا جوغت اختاني شقيقتاني ايا جوغة يو اخلي ابا جوغة سميسو مركا زوجك محولية فرع وارثة جوغي ربع ايها ليلة شقية بنت كلية ذا جوغتا بنت الابن واي بوسك بنت ذا جي محيلة ذا نس اختان ما دام بنت ايه لجوغتان اختان شقيقتاني عصبة واي وحو صهر الليه عصبة نوع عصنو الله عصبة مع الغير كي هر كي شلع قادنا عصبته بالغير أخلي أبليا محجوب واي قال حجبي لا وضن أخت حجبي نور ويا اثنين إيه أربعة ومتداخل ويسكون حجرا أربعة كان اسم مسألة زوج مع سننا أفر مع ربعة هل أفر أفر قيب هل 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 كنوف هل أفر لبو قيبي لبو لبو هل كنوف لبو أفر وحن نص أهل لبو لا وضع إسكتر سدح محنو صهري هل قري لا وضعنا لي أيليه لا وضعنا هل قري موقف سما واقف جبنته مدح يدو ذقات أربعة كلفو اثنين لو مدح واية اثنين أربعة كلفو ثمانية اثنين في واحد اثنين اثنين في اثنين أربعة أيه اثنين في واحد اثنين من هل وقعدنا يا مسألة ذو حكتسنا أربعة بالتصحيح يحيكون ثمانية لابد زوج كاقاتي ثمانية وحن ربع واحد أفرمي لذو ميل محا واحد ثمانية لابد زوج كاقاتي محا نص واحد أربعة بنت الابن يا قادت محا صهري لابد قري أختانك هل هل قري وقادنا جميل ميشا إمو مركهتنا وذلك كان وحوكاً انتي بنتيني لابد قبضوت أي أخت لأب وابن ابن أخ شقيق ميد كان ميد عند أنت وحكتي جبتي سا ولا شيء سوكه كأباء إيو ابن أخ
أو شقيقة ولا لكي سكوه يكو أبا ويلو دالي ويلو أدير ويهي وهي جدول كي نو سمية بنتين كي بحليين لبعدين ثلثين ما شاء الله جزاكم الله خيراً هاي أختي لأبنا وعصبة مع الغير كان هو محجوب أختي دانا ريح ليو حجوب ثلاثة دي صار مخرج كان كتسينا مخرج أما مقام الإرادة أما هوسية هوسية كتس سدع أقيمي هل لبكو نفو لبو ثلثين إليه سدع ميلو دلو ميلي إليه قبدا سدع ميلو دلو ميل قبدا له مع سوهره هل أختلي أبن هلا وهره بذلك جبن تاي ماجرة مايا لبا قبدا دوائي لبا سامي إليه أختدن وامد هل سامي هشي كان سفر إليه اسكتغل لي يا شيخ يا هذه حوضة يكون تورايا نايقوها لكن شرحي أهان هي وحيو ملي داري كواها اسكو قرام هاي بنتي ايا جوك تميشان بنت الابن اخت لأب عم شقيق هيا بنت المحل هذا نيس بنت الابن المحل هذا سدس محيكو قابته صوت عن سدس السين محيطه تكملة الثلثين اخت لأب محلنا عصب هو عمنا محلنا عم شقيق وحبكو ميالان علينا ما شاء ستة اثنين متداخل وستة كدس مسألة ده ستة كدس ستة محا نسوة ثلاثة ستة محا سدسوة هل لو ده يسوكي أربعة محا سوهري اثنين أخت لأبا إسكالح عمنا وحبا مهيلين والي حجبين قبطو أميركو داري أما بنات الابن أما بنتي هدي أخت لجوتو أخت راسي شقيقة نقطو أما لأبها نقطو وحي كدر بيو قل ويريح إيسا وحي جميسا عصب أي نقول إيسا عصبهم على غير نقول إيسا إنت سوي عشان كين ما أنت كتب ساب سيد وح سؤالة في الفيرية تفضل ما فهم من ميلا انت هي غبر وكنت غبر ولا شيء اكو هي كو ابا هي اخلي اب محاول بدلينا يسر لبدان بمثال نكان هاي ما هو غبر لبدان قانجر ما ساسمه هدي وي لبدان قانجر ما هو وحده ايغا دخل فرتا لغا سارا هدي جري جري هنا خفكي مكاس غانت كو هيا لو دي بيا انت نو صاحي هاي تاسنا وحواي الوعيد فرفضنا كسو اروري ما اظنت حوله المده الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وعيدا كسعراري مرك خاص انا هذا حد من سي وحلو قيلنا لكن قف هاي يقف كلا هاي يقف دلس هاي يقف في مرك دحنت كو هي ارنت دولا دحنت قبنا اسي جرت مركز اسي يربي ليس الله هو الذي المفسد كاي مصلحا وكلوه وحال روح خولهودا انو شقيه أصلنا هدو كمار ما وسكداري وكتابي هدو كمار منا وروح كحنا كروح كحنا أصلنا ما أمرنا محلوه أو شقينا مش قايد الشغال نما وقابنا أيضا هو كبيلة يا هدو كمار منا ما كتابنا هدو كمار منا فقير يا هنا وشقدي وشقي وحي خف قابنا شقلا شابنا هدو قابنا
وحولها أظن توه مارت أرين أو مارت خطر خطر تقدر. مركز أنا جاهد وحاج ناس يوحوا قيبين له. قبل حنا دي يري يهين هم تدو دالو هنا يا. مركز وين هذا؟ هدي لو ملك الجوعان والسكو مارت وحوا هذا حلق هذا بيكل قادنا يا. يوم البقف في مسلك أبو هنا يا ساسو. لكن شرع لا ساسو. وذات كان تجي. هنتي دي سا بنت النساء قادت أخت شقيقة نص أخلي أبنا وحميش وميال ساسو مروا الببنات أخت اللي جوت أخت ذا شقيقة أما اللي أبقى عصب إلى قرن ساسو إن شاء الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب تداركنا بالتوفيق من الجنة من الغم يمجي المؤمنين. العصبة مع الغير عصبة عصبة كان كجرني عاصب بنفسه واسو قادنا الى 12 قف اني اهاين. العصبه مع الغيرنا عصب العصبه بالغيرنا واسو قادنا يو وهي اهاين بناتشي افرت اها او لا جوغا ولا لهود لا دشاي. العصبه بالغير العصبه مع الغير سنفاني فقط لبد نوع سنفاني فقط هما الاخت الشقيقه فاكثر أخت الشقيقة يوح كبدا. هل أخت يوح كبدا؟ العصبة مع الغير نغنيس. والأخت لأب فأكثر يوخت لأب يوح كبدا. ومع البنت لا هاتي بنت لجوكتا فأكثر يوح كبدا. وما بنت الابن بنت الابن لجوكتا فأكثر يوح كبدا. وهما أما اللبضوضة بلجوكا وأعرقنا مثالك بنت الابن أخت لجوكا وأعرقنا. وهذا كان معنى قول الفرضيين وقول الفرضيين تأه معنى هذا وهذا الكأيدهن. الأخوات مع البنات عصبة. الأخوات قبلها ميتك لقى الشيء مع البنات بنات بيتك عروق قبله سيهدي لجوغان أخواتك سوى عصبة. ومعنى قول صاحب الرحبية صاحب الرحبية إمامك قول كيسا كمده أويري والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والأخوات قبلها ما يتكلم الشيء اللي أبها هذا أم للشقيقات هذان إن تكن هدي هذان بنات أي مع بنات هدي لجوغان فهن أيغا أخواتك معهن لجركودي أي معهن أي مع البنات بناتك لجركودي معصبات وي قوة عصباه وي حنية لصوب حيان عصبة نقول عيان مركا رق أكله نقول عيان عصبة لماذا أصلا حيوان عصبة مع الغير هو غير كود اللي جو كان درتي سي عصبة كنقدر عصبة بالنفس ما وحي كدم بيو قني دبول عيان مركا كدي. والأخوات قبلها ما يتكلم هذا شيء إن تكون هذي هذان بنات إيه مع فهن أيجا أخواتك معهن إيه مع البنات بنات كاس لجير كودي معصبات قوة عصبه ويعاصب وي تنبيه برارو. إذا كانت الأخت الشقيقة أخت الشقيقة هديئها عاصبة مع الغير هديئة نقطه مر هديئة نقطه حجبت ويحجب إيسا كل من عدو البو يحجبه ويحجب لها الشقيق شقيقي ولا الكذي أوطن تي عدو البو دبولي لها أي دبولي ساوي رقي نقطه رق. وكذلك سيدا سوكلة الأخت لأب أخت لأب أيضا سيدا سوكلة نقنيسا. إذا كانت عاصبة مع الغير عاصبة مع الغير هذه نقطة حجبت كل من يحجبه الأخ لأب عدو البو أخ لأب وحجب لها ودبول لها ودبول إيسا أخ أوكلة نقنيسا والله رجع نقني رجع. ودليل هذا التعصيب ما حأدل إلى تعصيب عصبة نمراس حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث ابن مسعود أيا أدل إليه. فإنه أسقى سئل والويدي عن بنت حق هذه أيا وحلق ويدي وبنت ابن بنت ابن حق هذه وحوالق ويدي وأخت إيه ولال قبر لطالتين ميتك عبد الله بن مسعود حلق ويدي نينا بنتي أما ناقا لمتي وحيكتكتي gabar ay dhashay iyo gabar wiilkeeda uu dhalay iyo walaasheeday ka tagtay ama wax dhintay ninka dhig amana ka dhig
فقال عبد الله بن مسعود وحير مرك لا أقضينا أن حكميا أن حكميا فيها في هذه المسألة أن حكميا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. قضاء النبي أن حكميا للبنت النصف بنت ذو حاسقنا ذا النصف ولبنت الابن السدس بنت الابن جنوا حاسقنا ذا السدس وللأخت ما بقي أخت ذو حاسقها رجلا ذا هاي مركا وحصوها رقفك لهم حو هنجري عصبوا أها وعصبوا مركا يدا هاي ويا عبد الله بن مسعود حجر وان حكميا وان حكميا فيها في هذه المسألة بقضاء النبي نبي قضيه سان حكميا سوء حكميا وكلا صلى الله عليه وسلم للبنت بنت ذو حا أسقنا ذي النصف نسعى أسقنا ذي ولبنت الابن بنت الابن جا ميد كان قبده أوه وها أويل كيسة علينا وحا أسقنا ذي السدس تكملة الثلثين واية وللأخت ولا شيء ميد كلا علتينا ما بقي وحا أسهر إلا ذهي ولي جاجا إسكا فيري أخت أولي جوكتو بنات أصحاب فروض هكا ديجن فرض وحمك قاضي نيش وحي أسهر إلا ذا فرض هكا ديجن مسألة ضد بدن إيكوهس بحد وعرق نمار مركا نس هسينين هدي بدينين ثلثين هسينين ما نقولنا يا أصحاب الفروض نمواكبحين مر هدي بنات لجوغان ساولا سعد إن شاء الله. ويا هاي رواه البخاري حديثك بخاري وريي وتوضيحا عدين لهذه الفكرة فكر كان وعشر كان أنا وعدين يا نضرب ونيلينا بعض الأمثلة تصال قارك مدايا سمينينا ما توادنتي عن بنت وكدنتي وأخت شقيقة أيوكدنتي وأخ لأب أيوكدنتي واتنوا سمين جدولك بنت ذي نسي لذهي مع أن أخت شقيقة عصبة مع الغير مسألة اللبا لغت نسي أسلو مسألة وحن كدقنا اللبا بنت ذي هلكسي نسي لذهي وحي صوحري آوي أخت ذا نسي لذهي اسكتهن وحي صوحري لذهي هل أنسيني أخ لأب مياهي محجوب وايه فالبنت بنت ذي لها وحاء سقناتي النصف فرضا والباقي وحي صهري للأخت الشقيقة أيا إسكاله لأنها محايلي أصبحت وحي نقطي عصبة مع الغير فهي إيضا أخت الشقيقة ذا في قوة أخت الشقيق أودي أخ شقيق نماذا إلا صبح ذي والأخ لأب مياه محجوب وهي لأن محايل الشقيقة شقيقة ذا أصبحت وين نقطي هي إذا عصبة نقطي أخلي أب وحل يرين نرجع جوج مش وحل صباح ذي أودي شقيق نماذا أخ شقيق نماذا أودي سل صباح ذي ويد بقولي سمر ما تتوين متى عن زوج مثال ذي آخرين على الصعدة ما تتوين متى عن زوج زوجة قدمتى إسلامتا وبنت ابن النواكد امتي غبري اي او تحويل كدي دالاي واختان شقيقتان نواكد امتي لو غبدوت او لدشاي كوهي كو ابا واخلي اب نواكد مساله دي سمي مركا زوجك ربع ليهي بنت ابننا نص لهي زوجك محروع وسيني يا فرع وارثه جوغمه ما الدليل هاي دليل شيء صوت طور كرا آيات زوج كسبب تروع لوسي دليل شال ربا يا وإن كانت له ولد يا فلا كمر ربعه هاي ويا هاي أختان شقيقتان عصبت مع الغير عليري أخلي أب محجوب مسألة دي أربعة كدس زوجك ربع إساسي بنت ابن محنسيني نس ربع معها أفر معها نسوة اثنين سد حي نقطة أختان شقيقتان معها أصوهري هل كويك جوانتها إنك تصيحية كتبك دوشيس كس تصيحية وإلو نينا تصيحينو مركا أختان شقيقتان ويك جوانتها اللبان قادينا أربعة دان كتفانينا ثمانية نقونيسا كل اللبا لبا وبصور رفو مرك ساسمي إن شاء الله فلزوجي زوجك الربع ربع أسقنا ذي لوجود الفرع الوارثي محايا لي وحاجوغا الله لي فرع وارثة
ولبنت الابن النصف بنت الابن النساء يا اسغناتي فرضا فرضها وما بقي وحي سهري وهو الربع ويا ربع سهري فللشقيقتين ايا اسكله لانهما محايا ليلى بضودي اصبحتا وحي اهذين عصبه مع الغير ايضا فهما ايضا في قوة الاخ الشقيق اخ شقيق اودي سي ايا اسغناتي وليس أم سجنان للأخ لأب ولا لك أبها لوذاق ميتك شيء أم سجنان لأنه محايلي حجب ولا حجبي بالشقيقين شقيقين كي صوبت وذا لو حجبي وهكذا سداوة ولا صعو ما تواد انت عن بنتين وأخت لأب وابن أخ شقيق أيوك انت كان بنتين لابا قبلوت يو أخت لأب ابن أخ شقيق قبل ميتك ميدكا ويلو أذير ويهي ولالكي كوهي كو أبا أحد علي جميل نوفير يمرك ثلثين ويقبله عصاو مع الغيرين وقتي أخت لأب سدح كدس اثنين بنتين كسي هلا صوهري هل كي يالسيناه أخت لأب فللبنتين الثلثان أسقناتي أيا إسئيليين وللأخت لأب الباقي أخت لأب وحي صوهري لذا وهو وحي صوهرين وحي النقضي الثلث نقضي سدح ميل وضم ميل لأنها محايلة أصبحت وي نقطي عصبة مع الغير أي نقطي فهي إذا في قوة الأخ لأب أودي أخ لأب أي لصبح ذي وتحجب ويحجبتي من دول أي حجبتي بعدها إذا كدم بيا من العصبات وهو ابن الأخ الشقيق أي حجبتي ابن أخ شقيق وي تورتي هل كا وحبك مقادا محايلي ولغا هريا ما تا عن جليه بالمشا انا كتغني ما تا واد انتي عن بنت ايو كد انتي وبنت ابن نو كد انتي وام واخت لاب وعم شقيق سمع مرك جدولك بنت نسيله بنت ابننا سدس امنا سدس اهي انا حق امك بدني او مليا اخت لاب هي بنت النس بنت ابن سدس ام سدس محايلة فرع وارثة جوغا أم ساسي قادة سدس أخت لأبنا عصبة مع الغير واي ستة كان اسم تداخل واي ستة كسو قادو ستة اثنين ويسكو لحجيران ستة سو قادو بنت دي نسا ليدا ستة محان نسوة ثلاثة بنت دي سي ستة محان سدسوة بنت الابنكي هل سي هل ونق دي أم محان سدسوة هل كذي سي اسكو در أرب خمسة هلا صهري أخت لأبا الإسكالة ابن عم شقيق محولية أما عم شقيق وأحباب ملاها وحي كدن بي يوضن وحا ريبي أن بناتك وحا ريبي أخت لأب ففي هذه المسألة مسألة داني للبنت بنت ذي وحا أسقنا تذ النصف فرضهان ولبنت الابننا السدس أي اللي ذهي تكملة للثلثين ثلثين كي أي دمسترتي وللأم هي ذينا السدس سدس أسقناتي وما بقي مياه وحصوهري وهو السدس واي فللأخت لأب أخت لأبكا أيا أم أرقتي أيا أسقناتي سدس كسوهري أيا إسكا إيضان له لأنها محايلي أصبحت وحينقتي عصبة مع الغير فهي إيضا في قوة الأخ لأب أودي أخ لأبكا أيا يلسو بحذي ولذلك سيدا درتت تحجب ويحجبيسا العم الشقيق عم الشقيق ويحجبيسا وقس على ذلك هذا كذب مسألوينك هذا عرقت سيدا كقياس قاض قياس كوفلا انت أمثلة ملاحظة الإخوة والأخوات لأم ميتك ولا ليهيسا رق يضمر أو آب لو ذاك لا يرثون ما تحليان مع البنات بناتها دي مرجوغان مر فرع وارثة دي جوغان الإخوة والأخوات لأم ما إيمانا يا مش سأولا صعو يعني لغو قلد بناتها لغو ديغا يا أخت لأم لغو ديغا يا هايسكو ديهن عصو مع الغير وهايسكو ديهن يا شيخ خفا دينتي قبدي سوكتغي إيو ولا إيو هاي قبر ولا شيء ساهو كهويا
مر هدو ميت كلالا عم بأهن أصل إفرع عن الهن مركز واحد أحلان أخواتك إخوة لأمك مر هدو ميت كفرع كتجي الإخوة والأخوات لأم من هالكاس من إيمان كرا تاسل من الحسوسين يا فيري مرك الإخوة والأخوات لأم لا يريثون ما تحليان مع البنات بل إسكبدايا إني واحد أحلانه يحجبون ويحجبيان بهن اي بوجودهن جوغتان كودي او بسببهن لغو حجبيا فلا تكون الاخوات قبطها او ما ارت ميتك او كهويا اهل ام الاخوات لام ما اهان فلا تكون ما اهانيان الاخوات لام عصبات ما اهانيان مع البنات مع بناتك مركي جوغان عصوا عصوا منقونيان فتنبه عندها كلقات شيخو ارنت سلسعوك ديكتونو وحا عصبة نقونا أخت الشقيق وأخت اللي أبس أخت اللي أم وبنات اللي جوغو وحبا مكوما لها وميشة ما إيمانا يا ها هي حالات الأب في الميراث أبها حالة أيو ليه ميراث نحلك وأركي دونا مر فرض وحكو نحلها كليجي مر وحكو نحلها عصبة مر نعصو مع الفرض سدح نوع ويا أبا حالات الأب في الميراث أبها حالة دي ساتنك نحلك ذكرنا وان شيغني الابا ابيه وحن كو شيغني في الميراث دخلك غديسا بين اصحاب الفروض دخدودا وان كو شيغني كما سدا سو كلي ذكرنا وان كو شيغني ايضا بين العصبات وان كو شيغني عصبو يمكن وان كو جرا ابها اصحاب الفروض وان كو جرا لذلك سدا درتيدا كان وحا اسغناد له اي للابي ابيه وحا اسغناد حالات حالدا ايا اسغناتي في الميراث ميراثك قديسة نذكر وان شيغينا ها حالدها سيعيان حسينا فيما يلي وحيابها سوى سعدان حسينا أبها ضد يقوق درس من اسكا اوغو سد حالد اللي الحالة الأولى الإرث بالفرض وحده مروح وحكو نحليا فرض كلي وحكو نحليا فرض كلي وهذا كاسي إذا كورتي ويكان للميت ميتك أما ولدك أسقنا ذي فرع وارث فرع وارث أسقنا ذي من الذكور لبأة مرهدو ويلك تغو ميتك أباها محيوح كود أحلا فرض ذكور كسياوي مركا كالابني ابني جيو كالي أو ابن الابني أما ويل ويل كيسو كالي ويلو كتغي ويلك أولو هاو نغي ويل كيسو هدالو أما ويل كيسي أو سلبي هذا مر فرع عيسى أسل كيس ويله دو كجرو أو دود أه أو ويل كيس لما ربا قبر وحيد أشي لما ربا ويل كيس على ربا مر هدو جوغو ميت كاسي آبيه سا فرضو وحكو نحلا كليجي سدس كيسو قادنا آبها هل كاسو كبحيا وحيسو هاري ويل كاس كالي شميلوت لحميلا مالك لغد غيا هل ميل آبا قادنا وحيسو هاري ويل كالي حالة واسا فرد كليو وحكو نحلا يا الحالة الثانية الإرث بالتعصيب وحده عصب كلي وحكو نحليا وذلك أرن كاسنة إذا لم يكن هدان أسقنان واي للميت ميتك أو ولدك أها أو انتي أما قبرات دمتي أما ويل أوطاليا انتي هدان أسقنان فرع وارث فرع وارث أهدان أسقنان أبدا با ذكرا أها ذكرا لب كان أهايا أو أنثى أما ددك أهايا كابن ويلك يوكالي او بنت اما غبر او دالا يوكالي ويلو دالا اما غبر او دالا يوكالي او ابن الابن اما ويلك يوكالي او بنت الابن اما وي غبر ويلك يسا غبر او دالا يوكالي بنت الابن واح فرع اهدان وجوغين اباها عصبو هانتي دا اساس كالي تاريخدي عصبو هدان فوح فرع اهجوغين وحي واح كو دخلا عصب كليو واح كو دخلايا وذا والدليل الحالة الأولى دليل شذي قول الله تعالى يا الدليل ولأبويه لوديس آبط لكل واحد الحالة الأولى محيئة فرع وارث مركوجه وذكورة وحواية وحلية ولأبويه لوديس آبط الأم والأبواية لكل واحد مد والبوحة أصبنا ذي منهما أيغك مد السدوس لحمل وضميل مما ترك مما ترك وحوك تغي الولد ولدك وحوك تغي إن كان غرموه إن كان له ولد ولد هدو أسقنا ذي هدو مر ولد وكتغي
والدك محل أي المد والبا سدس ولا يا هو يدنا سدس أباهنا سدس لحمله ضمال لحمله ضمال خوف والبا سدس سوى أقار إيه ولي أبويه إيه ويا والدليل والدليل الحالة الثانية دليل حالة الله بعد قول الله قول الله عز وجل يا دليل فإن لم يكن هذا أسقنان له إيه للولد ولدك يا أنت مركان أنك شكينيني فإن لم يكن هدا أسقنان له أهل الولد ولد كات انت هدا أسقنان ولد هدا أسقنان ويل ود على هدا أسقنان وورثه ودحل يو أبواه لو ذي سآبوت باب التغليب وهي أبي هو يكلي هدا دحل يان هي فلأمه الثلث هو يذو حل يذا سدح ميل وضم ميل ولي أبيه أبيه سنة waxa usugnaaday albaaqi wixii soo haray saddex meel laga dhigaa hal meel hooyaa qaadanaysa laa meelna aba la tagay laana alquraana quraanka lama sakata markuu ka aamusay an nasibil abi abaha nasibkiisa markuu ka aamusay tabayyana waxa cadaatay annahu asaga yaakhudhu inuu qaadanayo abka ما بقي وحي كسوهر بعد نصيب الأم هو يذا نصيب كذي وحي كسوهر إنو قادنا يا أيان وعدنا يسو وذلك أرنكاس بالتعصيب واي عصب مر ملقى هدلو وحي سوهر إليه إيه ولي أبيه أبيه سأل باقي أيو ليه لأن القرآن قرآن كلما سكت مركو كآمسي عن نصيب الأب أباه نصيب كيس مركو كآمسي ديف تيسا تبين وحا عدانا أنه أسقى يأخذ إنو قادنا يا أبكي ما بقي وحي سوهري بعد نصيب الأم أهو يدا نصيب كذي وذلك أرن كاسنا أولقو شيغي أمسنان تاسنا بالتعصيب عصبا مضواي الحالة الثالثة الجمع بين الفرد والتعصيب حالة السدحات ويواكا حالة السدحات وحا معركتي الجمع وحا أكل مايو أبيه بين الفرض والتعصيب فرض التعصيب او كل ما عصبة هي فرض لبدا بوحبوك قادنا ان ارقنا وذلك ارنكاسي اذا كان مركو اسقنا ذي ويا به معه لجركيسا من ولد الميت ميت كولد اوطالي ولد كاسو انثى لدق وارثته وارثت اي واحد احليسو هو ما ارقتي ميت كاسي اي دحليسو كبنت الميت ميت كقبل ايسو كلا جوكتا أو بنت الابن يا جوكتا واحدة كانت واحدة هشو كانت أهاتيا أو أكثر عم وحكبدا فإنه أسقى يأخذ وقاذنا يا آبه السدس سدس أي وقاذنا يا بالفرض أي وقاذنا يا أولا ثم كذب يأخذ وقاذنا يا الباقي وحي سوهري بالتعسيب عصب أهان وحك قاذنا إن بقي هدي سوهران بعد الفروض شيء شيء هدي سوهران نينا دنتي وحو كتغي بنت غبرو كتغي ايو حاسكيسا مثال زوجة ايو ابيهيس زوجة ثمن سي غبرينا نسك هذا سي مسألة دي سيديد كدس زوجة دي حبت كذا سي سيديد محا نسوا ما هي سيديد سدس كما بحاي مسألة دو حالغة دي سايا افر الى واطن وحاكو جرت سدس إيو ما أرقتي ثمن ما دام تباين أي ما دام توافق أيهن سديدة بركة إذا قاد لحظة كنفو أما لحظة كلابر سديدة كنفو وأفر إلى باطن أفر إلى باطن محا ثمن وأه سدح زوجة دي سي أفر إلى باطن محا نص وأه لابا إيه طبن قبا دي سي لابا إيه طبن نسا الشان إيه طبن أباه سدسو ليه أفر إلى باطن محا سدسو أه أربعة وحاسيسا أب وحاسكو درتا أربعة هي ثلاثة سبعة ما هو لبا إيه طبعا سقال إيه طبعا نوال فرد كي سوا قوا أبيه ولوا جنبيها وحولي أنا عصبا هاي وحي سوهر أنا إسكاله سقال إيه طبعا أفر راتا ما حاسوها راي شن خمسة دي أباها وقدربه عصبا واي أفر محقوقاتي فرض شن محقوقاتي عصبا الجمع بين الفرض والتعصيب وذلك أرنكاسي إذا قرتي كان هذا ميتكاسي هو هذا معه إذا قرتي كان هو هذا الأب أبيه معه لجركيسا
من ولد الميت ميتك ويلو عرق وطلي ولد مركان ذكر لغا موضو اي انثاء ورثته ايدح ليس انثى ذا سنة كبنت الميت او بنت الابن واحدة كانت هشوءها تيا او اكثر عموح كبدا فانه اسغى ياخذ وقاذنا يا السدس سدس يقاذنا يا بالفرد يقاذنا يا اولا ثم كذب ياخذ وقاذنا يا الباقي وحي سهري بالتعسيب يقاذنا يا ان بقي هدي سهران بعد الفروض شيء وحن هدي سهران اسا اسكله هل كاسو افضيا. ودليل قول الرسول ودليل قول الرسول رسول قول كيسا ودليله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض فرائض كهليشية بأهلها أهل كذا أهل كذا هليشية فما بقي وحي صاهرة فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر الأولى وأه أسغسية فلأولى رجل ذكر هذا أبكى واي أبيه واي أباه قعنت كسار. جميل. رواه البخاري ومسلم والأب أباه في مسألتنا مسألة ذيني أقرب رجل رجل كأقول ذكر أو لبأ أساء هذا حيث قر يأخذ أقاذنا السدس سدس أقاذنا أولا مركهر بالفرد يقاذنا وتأخذ ويقاذنا يساء الأنثى لدقينا من ولد الميت نصيبها يقاذنا يساء ويأخذ أقاذنا يا الأب أبيه ثانية مرلبات الباقي وحي صهر يقاذنا يا بالتعسيب يوحك قاذنا يا وركان معدو. حالات الجد في الميراث أباه جدك ميلا بدن كل دوين هنا عرقنا أبا لو يجد جوغا بوسكي سان دغينا لكن وحبا لغا سوريبا يا مسألو ينك قروا عركينا ذكرنا وان شاقنا أيضا سيديو هربا الجد أبيه أيان شاقنا بين أصحاب الفروض أصحاب الفروض أحضوذان كشاقنا جدكي كما سيدا سوكال ذكرنا أنكو شاقنا هوجتك مع العصبات أنكو شاقنا عصبة لحظوظنا اللجيركو أنكو شاقنا لذلك سيدا سدرت هذا كان وحاء هذا إلا هو أسغى نفس حالات الأبي أبا حال ديسا نفس أهانتي ساساسي أهاتي فهو أسغى يرثو كد حليا بالفرض وحده فرض كليو وحكو دحليا كما سيدي يرثو كد حليا بالتعسيب عصب أهان وحده كليسا ويجمع ولو كل منايا بين الفرد وأكل ميسا بين الفرد والتعسيب كالأب تماما أب أهان تمام لكنه لغن قي يخالف كخلاف يا الأب أبيه يخالف كخلاف يا جدك ويا الأب أبيه كخلاف يا في بعض الحالات حال ذها قار أي كخلاف يا للصعو حال ذها إيمانا كدقن مركا فيريا الحالات التي يخالف فيها الجد الأباء الحالات حالته التي حالتها سو يخالف أكو خلافه فيها قد هذا الجد جدك أكو خلافه الأباء أبيه أكو خلافه يختلف الجد جدك أكو خلافه عن الأب في الميراث دحلك في الحالات الثلاثة التالية سد حالضات أي أكو خلافه يا الله سعو سد حالضات جدك قال ابي هكدين هاهي الاولى من دهره وهي وحوا ما اذا كان هدو اسغنا مع الجد او اوغي معيسا هدو اسغنا اخوه ولالو ماذا دنتي ولاليسا ايو كتغي اي جد قال ابي هكيلين اباه ودوليه اخوه لكن جدك اخوه وحل قيب سنا للميت الشقاء او لاب ذكورا ام اناثا الشقاء هو ميت كوهيك اباها هاينا او لاب ذكورا لب ام اناثا فان الاب اباها يحجبهم وحجبه جميعا دمانتودي اما الجد اووغي مياه فانه جدك يشاركهم ولا الشركيا في الميراث دحلكو كل الشركيا على ما سياتي سينو إيمان دونت بيانه عدين تيسا إن شاء الله الله دو قدر أو نو أقلادو عدين تيسا وينو إيمان دونت بابتنا لغسو قادن دونايه كال أبي هكييلين مرهدي إخوة جوغان أبو جوغ إخوة ماشم إيمان كران أسا عصباها لكن جدا دو جوغو وحواي وي الشركة وي كل الشركة يان قابك أول الشركة يان وانو إيمان دونان مسألة كو
واتا مسألة لبعض في المسألتين العمريتين لو ذي مسألة عمريتين كها زوج زوج يا أب يا أم مرنا زوجة يا أب يا أم هنا بوز كي أبها جده دو جوجو هو يذا ثلث الباقي ما قادنه ما يا شيخ بوز كي أبها هدو جد جوجو هو يذا وحي قادنه سا ثلث جميع المال كلا أبي هيلين ثلث الباقي هسينين إلين أم يجد ميتك وحا أصو سكيا أم أصو سكيس هل درجة خصوه ريسا وهي إذا ما إذا كان هدو هذا مع الجد إخوة للميت ميتك ها هي الثانية ده في المسألتين العمريتين فإنه مسألتين كاسي لو هدي كان أهاله مكان الأب جد هدو أهالها فإن الأمة هو يدي تأخذ ويقاذ نيسا ثلث المال مالك ثلث كيسا كاملا ويقاذ نيسا ثلث الباقي يهد هره لا ثلث الباقي ميا ثلث الباقي هو يذا مقاذ نيسا كما تأخذ مع الأب سيقاذ نيسا أبه مركو جوغي هو يذا ثلث الباقي يقاذ نيسا بوسكي أبه جدا جوغو هو يذا ثلث الباقي يذا السي ثلث الجميع المال السي زوجك أم زوجة ذا نوحي ذا السي وحي صهر يا قاذنا يا جد هل قرها او هذا لب قرها او هذا وحي صهر يا حول اوويد واي فرطا لغا سارا جميل في المسألتين لو ذي مسألة ذات عمريتين كأها فإنه لو كان هدو أسقنا ذي مكان الأب يهدي وآهاتي مسألة ذي جد أو يهاتي فإن الأمة هو يدي تأخذ وقاذ ويقاذ نساء أمة ذي ثلث المال ثلث المال مالك ثلث كيسة كاملا أي قاذ نيسا لا ثلث الباقي ما أما أما أهان كما تأخذ مع الأبي أباه مرك قاذ نيسا يوكالي الثالثة مد السدحات وهي أن الأب يحجب أم نفسه والجد لا يحجبها مسألة ذان وحوى إذن كالأبي وحن يليني ماذا دنتي وحوكتغي أوو أو جيسا جوجا وحكى له جوجتا أم الأبي أباها هو يدي جوجت أباها دو جوج لها أم راسي والحجاب لها سما إلى أن ميت كأسرع واسدة دي واه لكن مركان جدا جوجا أم راسي أيه إذا جدا اسم حجاب يا مايا أو جو حجاب يا هو يرى شيء سيد أباها كلا لكن أباها ميت كان أبيه هو يرى شيء أووغا وأسميه واسدة ديسة كما إيمان ما حجبها إيمان في رأي مرخ أساق لكن هو يديس حجبها أووغا هو يديس ريبها أباها ميتك أبو أبيه سا هو يضع الشيء ما ريبها لكن أباها دو جوغو هو يضع الشيء نو حجبها أووغا هو يضع الشيء هدي جوغتنا وحجبها مرخا كده وهي هاي وهي ندى السدحات مسألة السدحات وهي يضع أنا الأب أباها يحجب حجابا يا أم نفسه أنا الأب أبيه يحجب حجابا يا أم نفسه نفسد هو يضع الشيء أي حجابا يا والجد أبيه لا يحجبها حجاب ما هو يضع أباها الشيء مثال واقع فلو كان هذا أسقنا ذي للميت ميت أب أبا وجدة هي أي ذا أم الأب أه فإن هذه الجدة أي يداني محجوبة مثل حجاب يواي دحلكي محجوبة مثل حجاب يواي من الميراث دحلكي بالأب بسبب الأب أما بوجود الأب يلوغ حجابي ولا يحجبها حجاب مايو الجد أووغي حجاب مايو لأنها محايلي لم تدري أغم سودوان به أبي الميت ميت به بسببه أغم سودوان بواسطته أقوم السودوان إلى الميت ميت أقوم السودوانين ورقة ما لفهم فلو كان للميت أب عبد أسقنا وجدة يأييو هي إيدا إيدا صنع أم الأب فإن هذه الجدة أيي ذاني محجوبة مثل حجاب يواي لغ حجاب محجوبة مثل حجاب يواي من الميراث لحلكي بالأب أبي يلو حجاب يا
ولا يحجبها الحجاب ما يداسي الجد أوغي لأنها محايلي لم تدلئ مسودوان به أي بواسطته واسطتي سوء مسودوان إلى الميت. نعم ها مركا في ري ميشان نعم ها هو كالعبي سيد أبي وكالوا في أنه أسغى يحجبه حجبيا أم نفسه هو يضع الشيء حجبيا أسغى سيد أبي واي مركا الليه هو يضع أسغى الشيء وحجبيا إلى أبي هو يدي سو حجبيا ما هو أوغن هو يدي سو حجبيا مركا لأن ما حي لا تدري ويغسو دواتي به أي بواسطته أي يغسو دواتي كما سيدي أدلت أي يغسو دواتي أم الأبي أباها أم الأبي أباها هو يدي يغسو دواتي بالأبي نوال بأبي هو يدي سو حجباوة أبان هو يدي سا مالك وكا حجبايا تاريكادي أوغن هو يدي سا تاريكادي وكا حجبايا أبيه وحكلا وحكلا أدر لماذا أيها يبوي حجبيا أوغ لكن هل أيها حجبيا هو يضع شيء. نعمها هو جدك كالعبي واي أبوه لطوياهي في أنه أسغى يحجبه حجبيا أم نفسه هو يضع نفس الديس كتمي أي حجبيا لأنها محيالي تدري ويغسو دواتي به أي بواسطته أي أغسو دواتي كما سيدي أدلت أي أغسو دواتي با أم العبي أباها هو يدي سيغسو دواتي بالأبي والله أعلم.